أوكي، أنا منى زغبي، منسقة التنسيق بشركة أفاق لخدمات الإعلام والمعلومات اللي هي معروفة هون بقطر آي هورايزنز. نحن شركتنا إلى 15 سنة هون بالدوحة، هي بيس بالدوحة بس نحن عندنا فروع بعمان، عمان الأردن، بالسعودية، بدبي، وهلأ السنة الماضية كمان كنا أنشأنا مكتب بـ QSP للـ Research and Development. نحن سعيدين كثير أن نكون استضافة ICT قطر للمرة الرابعة، ونحن بهذا الإيفنت قدمنا عملنا launching للنيو سيرفيسز لخدماتنا الجديدة واللي هي بتتعلق بالحوسبة السحابية. الحوسبة السحابية هلأ مثل ما كل هي هيت تقريبا بقطر، ونحن بهذه الخدمة عم نقدم إدارة المحتوى والفيرتشوال هوستينج مع المنصة الـ ERP وكمان أكيد الـ Verizon Operation Services. هيدا الخدمة هيدا الخدمات أكيد بنقدمها على السوق القطري، ونحن نشكر ICT قطر لأنها حاولت تدمج مجال الأعمال بمجال الشركات التقنية، كمان نقدم للرجال الأعمال القطريين أحدث التكنولوجيا الموجودة. شكرا لك.